كنهتم بكل ما يتعلق بجمال المرأة، من المواد التجميل، الفاشن. كنجيو لهاد لي فونت بريفي باش نتقربوا من باش نتلاقاو مع لي فوندوز اون لين ونشوفوهم اون بيرسون ونستعملوا لي برودوي ديالهم ونجربوهم ونبينوهم للناس. كناخذوا في الاول لي برودوي فابور وكنجربوه يعني وكنتيستيوه باش تنبينوه للناس. لا عجبني انا كنقول الراي ديالي بصراحه باش يشوفوه الناس الاخرين، ومن بعد صافي باش كنكون انا عجبني البرودوي ولا هادي يعني كنولي ديك الساعه نشري، ديك الساعه كيولي بالفلوس. وليت بلوغر من دابا عام، كيعجبني بزاف حيت كنرتاح فيه وكنكتشف بزاف الحوايج كيعجبوني، وجيت لهاد الفونت هذا باش نتعرف على دي مارك، نتعرف على بزاف الحوايج اللي يقدروا يفيدوني في هذا الشيء. انا بالنسبه ليا ناخذ من عند شي مارك، ناخذ من عندها شي برودوي خاصني نجربو ضروري باش نقول للناس، حيت لا خرجت لا زعما لا قلت لهم شي حاجه خايبه غادي يشوفوا لي وجهي، انا اللي خسرت زعما هذاك البرودوي. انا في الاول كناخذ فري البرودوي فابور، كنجربو باش لي فولورز ديالي نقول لهم زعما واش البرودوي واش بصح مزيان ولا لا، حيت لما جربتوش وقلت لهم غير هكاك راه زوين غنتسمى انا اللي خايب، فهمتيني؟ وبعد مر وابخي حنا كنشريو داك لي برودوي من بعد الا عجبونا حنايا كنقتنعوا بهم كنشريوهم، وزعما وكنوليو زعما متابعينهم. يقدر يكونوا حيت يكونوا ديجا مخلصين، ما يمكنش يقولوا زعما ما يقدرش يوسخوا وجه زعما لا مارك، فهمتي؟ تيكونوا ديجا مخلصين. كاين اللي ما تيكونش مخلص، تيكون زعما اول مره يلاه بادي، بحالنا حنا دابا يلاه بادين كنكونوا كناخذوا يلاه برودوي يلاه خاصنا ضروري باش نجربوه، حيت حنا حتى حنا ما تنكونوش عارفين داك البرودوي واش مزيان ولا خايب، كنستعملوه حنايا وابخي عاد كنشوفوا الناس واش يبغيو يستعملوه ولا لا. J'ai gagné Miss Voile Miss Morocco Voile 2018, ça veut dire l'année dernière, où quand j'ai des fois les ventes privées comme ça, quand j'ai comme guest et comme influenceuse. Oui, bien sûr, quand c'est les produits Fabor. Donc, quand une marque, soit par exemple les marques qui déroulent des produits cosmétiques, des bio, etc. Donc, on a le produit, bien sûr que Fabor. Mais les quand je suis au Tara, quand testé avec le produit. برودوي انا عجبني، انا غنهضر على راسي بيرسونيلمون، برودوي عجبني كنهضر عليه كنقول لافي ديالي، سوا خايب غنقول الناس راه خايب، دي فوا ما كنقولش، ولكن الا كان زوين غنخرج عند الناس غنقول لهم هذا البرودوي زوين، كوم سا غادي الناس اللي متبعيني غيمشيو يشريوه. فوالا. كوزميتيك ا باز ناتورال، كتهتم بالجمال المراه، كتهتم بنظافه المراه، لي جيل دوش، شامبوان، الغوماج ناتورال، كاين الغسول او سيت بلانت ميديسينال، كاين شامبوان انتي شوت، كاين لي بان دويل انتي شوت هما ناتورال، كاين ويل دو ديفيزيون تاع العود، كاين حتى البارفان دانتيريو حتى هو كاين لابوغاتوار اللي كتصنعو. عندنا تو سكي ميل برودوي تيروار، ارغان، زعفران، و سي دي ميل بور. عندنا دي ميل اتارتيني بحال ميل فلور دورانج اوكاليبتوس، وعندنا دي ميل ديال بحال الدغموس والزعتر ديال بحال لا غريب، بحال العسل ديال فلور دورونج كيستعملوه البنات، كيخلطوه مع باغ اكزومبل مع ليمون وكيديروا ماسك للوجه، بحال باغ اكزومبل كتقدر تحلي به لو تي. الوغ سي حسنا طويل صاحبه ماركه نينا بيو، جينا اليوم المعرض باش نقدموا لي برودوي المنتوجات ديالنا، تو سكي طبيعه، تو سكي حمام، تو سكي بيو، تو سكي سبا، تو سكي برودوي شوفو، المهم اي حاجه كتخص المراه. واوسي كاينين دي برودوي اللي كيكونوا يعني بوغ لي دو سيكس، الراجل والمراه،
ومرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. ميرسي. كنقدموا جميع المنتوجات ديال المغرب، كنحاولوا قد ما قدرنا اننا نخدموا لي كوبيراتيف اون سوفرانس ولي فام اللي لا سيتياسيون ديالتهم كريتيك. كنخدموا تو سكي ميل، املو زاموند، املو او كاكاوات، املو لايت، كنديروا دي غرين بريباري ا لا مان، كنديروا دي كوفري بيرسوناليزي، شنو ثاني كنديروا لارغون ويل دوليف، كلشي هاند ميد، كلشي صنعي يدوي، ما كاينش شي حاجه اللي داخل فيها لابوغاتوار، كلشي حتى من لي زيتيكات صنع باليد. حنايا اون فيت اون ريبريزونت جوج ديال لي مارك مروكن كرياسيون ولا مارك فيلدور باي صوفيا. كنديروا لي توني تراديسيونيل بلدي دو مومون كو هاد لو موا ساكري ديال رمضان، وهذا كيكون طالب على جليلبات على الباسي التقليديين، فوجدنا واحد المجموعه ديال جليلبات ديال لي كيمونو اللي ليهم طلب واللي غادي كيحتاجهم النساء المغربيات.